يمكن الحديث دايما عن الشباب هو حديث بيكون مرتبط بالحاضر والمستقبل. ليه؟ لأن الشباب هم الوقود أو الطاقة الحقيقية لبناء أي نهضة بتحصل على أي أرض في أي دولة موجودة من دول العالم. وهنا بنتكلم تحديدا عن دور الشباب في مؤتمر المناخ، لأن امبارح كان يوم العلم والشباب، وكل الجلسات اللي اتعملت سواء في المنطقة الزرقاء أو حتى المنطقة الخضراء كانت بتتكلم عن إن الشباب ليهم دور. دور ده كان كبير في التصدي للتغيرات المناخية من خلال تعزيز الوعي البيئي بقضية المناخ وكمان المحافظة على البيئة. ده غير إن الشباب المصري تحديدا ليهم دور كبير في نجاح تنظيم مؤتمر الشباب كوب 27، لأنهم شاركوا بشكل فعال في تنسيق الجلسات، شاركوا في طرح المبادرات، كمان تقديم الأفكار والحلول الخاصة بمعالجة التغيرات المناخية. هنا بنتكلم عن يعني شباب عندهم قوة وعندهم طاقة كبيرة جدا، قدروا بسنت على مدار 6 شهور تقريبا أو قبل ده كمان، ويمكن شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحديدا كان لهم دور فعال في التنظيم والتحضير لهذا التنظيم اللي أبهر العالم ككل. حقيقي أحمد، عشان الدور المهم للشباب في التصدي للتغيرات المناخية تم تنظيم مؤتمر خاص للشباب حول التغيرات المناخية، واللي كان كوي 17، وده كان طبعا قبل كوب 27 على طول في إطار التحضيرات لمؤتمر كوب 27، وناقش على مدار 3 أيام تعزيز رفع الوعي البيئي للشباب بقضية التغيرات المناخية، وكان فيه توصيات مهمة بتتعلق بأهمية العمل من أجل التكيف مع التغيرات المناخية ومعالجة تأثيراتها السلبية. وفي الحقيقة المؤتمر ده نجح بشكل كبير جدا في توعية الشباب بمفهوم التغيرات المناخية وأثرها، وإزاي يقدروا أن هم يساهموا في الحد من وتيرة هذه التغيرات. إحنا بنتكلم النهاردة، وده طبعا وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، في عندنا 1.8 مليار شاب، وده أكبر جيل للشباب حول العالم على مدار التاريخ. بنتكلم من سن 10 سنين ل24 سنة، عندهم وعي كبير جدا بالتحديات اللي بيطرحها طبعا أزمة المناخ والمخاطر اللي موجودة بسبب الأزمة دي، عندهم وعي بقضية تحقيق التنمية المستدامة. وبنتكلم إن الشباب مساهمين مهمين، مش بس ضحايا للي بيحصل في أزمة تغير المناخ، عندهم وعي كبير جدا بإن احنا ننزل درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، يمكن ده اللي بيحاول أو بتحاول الحكومات كلها إن هي تعمله النهاردة، إن هم يتضافر الجهود ما بين كل الحكومات عشان النهارده نقدر نوصل ل 20 30، يبقى عندنا درجه او حراره الارض اقل ب1.5 درجة. في الحقيقه الشباب ليهم دور كبير جدا ومهم جدا جدا، وعندنا الشباب في مصر بقى بالذات عندهم وعي كبير قوي بالتغيرات المناخيه. وبالرغم من ان احنا بنتكلم على طول يا احمد ان مصر يمكن ما بتساهمش بشكل كبير، او يمكن ما بتساهمش اصلا في درجه الانبعاثات الموجوده في الارض، لكن الشباب المصري عندهم وعي، خلينا نقول او مسؤوليه مش مجتمعيه، مسؤوليه عالميه، بسبب ان الارض دي بتاعتنا كلنا في الاول وفي الاخر. تحس ان حاله الحراك اللي بتحصل وتكاتف دول العالم النهارده كلهم حوالين فكره او ازمه التغيرات المناخيه، لان هي اصبحت خطر حقيقي بيواجه كل دول العالم، لكن الشباب تحديدا خلال هذه النسخة من مؤتمر تغير المناخ، بنتكلم عن النسخة رقم 27، عندهم وعي أكبر، عندهم إدراك أكبر. ويمكن أنت لفتي النظر إن أكبر نسبة شباب موجودة في العالم هي السنة دي تحديدا، أو في الجيل القادم ده تحديدا، أو الجيل الحالي ده تحديدا. لكن الشباب في مصر شفناهم بيحظوا بفرصة ذهبية، فرصة أعتقد ما كانتش موجودة، يمكن إحنا كشباب بسنت بنحس بيها دلوقتي أكتر، يعني ما كانتش موجودة لأي شاب من الشباب في الأجيال السابقة، ويمكن بيحسدونا عليها كمان. فكرة المشاركة في كل مجريات الأمور سواء كانت داخلية، وكنا بنشوف ده من خلال مؤتمرات الشباب الوطنية، وشفنا بعد كده النسخة الدولية منتدى شباب العالم، ومن ثم مشاركة الشباب في مؤتمر التغيرات المناخية. يمكن وجود الشباب هو وجود يعني ليه دايما إضافة، لأن الشباب بيكونوا عندهم قدرة على أفكار بره الصندوق، عندهم قدرة على الإبداع، ففكرة اللي انت تشارك الشباب في اتخاذ القرار بيغير شكل أي دولة يعني بنسبة
180 درجة. ويمكن ده اللي كوي 17 قدر ان هو يحققه، وان جمع الشباب وقدر ان هو يطلع بتوصيات، والتوصيات دي اتناقشت في مؤتمر الشباب، مؤتمر المناخ كوب 27. في الحقيقة الشباب النهارده عندهم العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وهم بيستخدموا دول في ان هم يحققوا التنمية المستدامة. في الحقيقة احنا فخورين كمان بالشباب المصري اللي عنده وعي ودراية كبيرة جدا. على كل حال احنا بنتمنى لحضراتكم يوم جميل، وبنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.